هذي من عندك هذي. هي من عندك هي. لحظة. أول شيء زقفوا لمروان. هو مروان. أيوة. متملك أكثر من رافائيل يعني متملك الغنية. إذا بدك رح أحين لك يعني كتبها عندي. فهمين أكثر غنية منه. أنت فهمين الغنية أكثر منه. مش حزازيات بس معناتها يعني درسها أكثر منه. هو درس شخصية ملحم بالشكل بس هو بحب ملحم بركات بالشكل. يعني عم بيقول لي هلا بلبس صباط أبيض وساعة بيضة وكذا. هيدي قال ملحم بركات. أنت أخذ الصوت يعني أخذ التكنيك المغنى مثل عم جرب تاخذ خاصة بالأفلات لأنه هو ما بيعرب هو بينتع بالمغنى يعني الأفلات خاصة اللي عم تعملهم هذا هو بيغني وما بيعمل عرب. هون كل وقت عم بجرب يغني أول شيء مش لبقت لك غني بس نريح بعض يعني مش لبقت لك نوع صوتك ما بده دغري ما حد مروان دغري بين ضعف صوتك يعني الفوليوم الأرموني تبع صوتك مش مخرج غنية يعني الحلو مروان إنه زاد شيء على الغنية بدون ما يجلقها بدون ما يصير سائل بدون ما ينزع الغنية عمل عربتين أنا بعرف غنية مثل كلنا نعرفها غنية ضاربة وناجحة معودين نسمعها من ملحم بركات زد شيء حلو قلوا عليها فيك حلو وتشيل هذا البلس اللي بحب على طول نقوله نضوي عليه انه انا زدت شيء من عندي خي من روحي عاغني لملحم بركات او اغني لاكس او لايجريك يعني الموسيقار كبير ما فيك تزيد عليه مش على طول يعني ما فيك تزيد كثير على عبد الحليم حافظ مثلا بصير ثقيل وعم انه انت بتفهم اكثر منه فيك غنية على طريقتك بس بدون سالق بدون سآله انت غنيت بدون سآله رافائيل ثقيل لا انت ثقيل بالطبيعه بالحياه العامه بالمغنى رافائيل لا انت مش ثقيل انت بتتساءل يعني فيك كنت ما انت مهضوم بس بدك اليوم تقرر انه تتساءل صح كنت كثير عم بتمثل الغنية بعيونك وبايديك وبجسمك بس صوتك ما كان مقنع يعني قلت لك ايه ما كثير لبق على صوتك الغنية نوع صوتك بدك تقلد ملحن بدك تقلد ملحن بركات وبدك يكون عندك ايه قدوه بحياتك ويكون هو الايدل تبعك جرب قد ما فيك فهم له موسيقته فهم له مغني وقلده ما فيك تقلده بالشكل بس فيك تقلده بالمغنى وتزيد عليه اذا بدك تزيد بدون اكيد البهار وملح يعني اكيد تبعك الغنيه مش لك بس عم جرب تعمل شيء كنت مقنع بشكلك لانك عم تمثل الغنيه وهيك عندك هضامه المسرح ووقفه المسرح مرتاح ما فرقنا معك حدا وهذا احلى شيء فيه انه ما قاري حدا بالعالم كثير مهم مني وجر يعني مش قبضني جد لا والله قبضك جد ايه من هون ورايح بحب اقول لك انه برافو عليك خليك بشخصية حلو بس زيد شويه مغنى على ما في مغنى يعني كان اليوم في مغنى ليك في مغنى ثابت ما في نشاز في شويه اول شيء الدخول كان في شيء ايه؟ في شيء على العالي عنده لمروان كان مش ثابت بالسكند بالغنى اوكتاف قاشت شوي بس لانه يمكن عم تغني معه منيحه بس هي اوطى شوي من مش 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 طيبه مية بس انه دارينج من ناحيتك يعني جرأه منك جرأه من هيدي فهمت شو قصدي؟ واحد يغني مش طبقته يعني طبقته او الليميت تبعه ويكون هالقد دارينج يسترجي يعمل عرب يسترجي يزيد شيء على الغنيه يعني معناتها انه زلمه جدي وعم بيشتغل وحابب حاله حابب يتطور كان جرأه منك وجرأه منا بهالبرايم فرافائيل بس انه انا بلاقي اختيار غني شوي كانت ظلمتها